عشان الله يطول بعمرك تحس بمشاعرك لما يا رب العالمين. لما تسمع صوت ومثلا صوره حاطين لك صوره مثلا لابوك او لاخوك او لاحد صوره ثابته ما هو مثل لما يتكلم كذا وتشوفه يتكلم ويطالع في الشاشه ويكلم كذا تحس بتفاصيل تعابير وجهه في اليوم كان شعور حلو سبحان الله حظي كان يوم الاحد في فقره المطبخ اتصل علي الوالد قال لي تبغى مساعده وانا اطبخ قال لي تبغى مساعده قلت لا ما ابغى مساعده قال لي طيب خالد حامد شويه لا كان فهري لا شويه ابوه اتصل قاعد يكلم فهري ابوه شويه قال فيصل الحين تجيك المساعده شويه اسمع صوت الوالد وقاعد يغني الوالد ويسلم سلم على كل واحد يقول سلم على الشباب والله يعطي العافيه الاداره كله الله يطول بعمره الله يحفظه يا رب يطول بعمره عطنا اغنيه الله جاب الحط ابو جاب العله ايش هي ايش رايك تبغى نحطها هنا يلا ابشر انا كانكم تسمحوا لي انا ظهري يجعني من عقب ذاك اليوم والله انا ذبحني ذبحني حيل من شلات الدوه والله اي والله ذبحني ذبحني عاد مين ثقيله والله انا ثقيله عطني المحبه لا ولع معاك ايه يلا احطها لي هنا احطها عندي هنا وانا اخوك بتولع بنفس الكيس ايوه خلي الكيس حطها لا حطها واجد والله ما عليك يا قلبي حطها عندي هنا اي حطها بو اوقد النار يا شبابها بصمة العار ما نرضى بها هابها عبد الله الجعيداني ما جيته ولا جاني ما جيته ولا جاني جالس وناوي يوقد النار كملها بالعاني لا لا جالس وناوي يوقد النار والله مو والجو مو بحق شبه كلش لا الجو بارد ما هو حار اشوف فيها فيها حر يمكن تالي الليل يبرد يبيض بالله بيبط لا الجو بارد الحين والله اي والله مواري بيبط بس انت تحس بالحر بسم الله طيب ليش تحس بحرارة عشان انك تحركت رحت شلت الحطب وجيت وهذا تحس بطاقة بس عرفت كيف؟ ايه والله الحق عبد الله الجعيداني ناوي يوقد النار والجو بارد ما هو حار طيب دقيقة رص الحطب على شكل مثلثات عشان يرتكز عمود ايش؟ لا عشان الا تبي انت على الوزن اي الوزن رص الحطب على شكل مثلثات فيصل غن وتصير الشغله سهلات وش تصير الشغله سهلات طيب غن على قولتها اطربنا غني لي عرفتها الاغنيه دي غني لي الله في ذيك اللي يقول ايه وش لون مغليك الله وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي عشقي عيونك وشلون مغليك ايوه وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي عشقي عيونك اسأل وتدرى الجواب في محجر عيوني تصوير الأجمل عذاب حبك يا مفتوني اسأل وتلقى الجواب في نظرة عيوني تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني وشلون مغليك وشلون مغليك هذه حياتي كلها لذة غرام لذة غرام مهما سكن طرفي أو ضاعت حروفي تلقى حياتي كلها لذة غرام وشلون مغليك وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي عشقي عيونك الله وشلون مغليك
يقول يا موقد النار، يا موقد النار في قلبي لها شعل تأتي فتضمرها يوما وترتحل. ما ما يودي هذا قاعد يحترق هو نفسه ما يسبه. استنى وانت تولع في ذا عليك من ربع. تبون شغل جامد ولا لا؟ لا ترى يتولع صح. تبون شغل جامد بس اهم شيء انت كيش لا تتنفس في النادي كله مواد كيماوية لما تجيك. ايه حطها دي تطفي. خلها اليوم الليل حيجيك جو بارد. شوف بدأ يبرد الجو. يا حلو الجو البارح. البارحة ما غمضت عيني، البارحة ما غمضت عيني، والشوق ولا في الحاشا نار. أجلس. ما في كرتون؟ أيوة هذا. في فترة قطعت لك كراتين مجموعة هنا. وين خلصت؟ إيه. ما شاء الله. حط الكرنكس داخل حسن. فوق هوا وأنا فوق. لا داخله بين الحطب. هوا أقول لك. يطفي إذا وحط هناك بيدي تشعم. كيف اليوم مع أبو سعيد في كلام الجمهور؟ مجنون. والله حلو. أنا تعبان والله اليوم راقد. من ذيك اللحظة وأنا. بس كانت مفاجأة حلوة إنه كل اللي اتصل عليه أبوه ولا أخوه الكبير. إي والله. يسوي لك عدد ضبط كذا إلى الأحسن. تحس كذا النفسية حلوة. في أغنية كنت دائما أغنيها من الوالد. من الأغاني الحلوة. دائما كذا جيت أجيب لها قهوة ولا شاي أدخل عليه على طول كذا وأقول لها. أقول له. أقول له زي الهوى يا حبيبي زي الهوى. شوف الهوى يا حبيبي. شوف ورا في كرتون يا حبيبي. عطنا فاينك لأنك سواجد. من عز الكلام أفضل. إنزين يعطني واجد كثير. أنا كلينكس عندك. هذا لا بشوف شيء غير. لا عطني خمسة ستة كلينكس. لا لا ورقة أي شيء. هذا شنو؟ هذا فاضي حلوة قهوة. لا 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 عطى المناديل خلاص. المناديل سريع الاشتعال. ولا ومن عز الكلام سكت الكلام. ومن عز الكلام سكت الكلام وتريني زي الهوى يا حبيبي زي الهوى. اوه من الهوى يا حبيبي اوه من الهوى يا حبيبي. ايوه تحت الحطب ونارك حيه. يقول شبيت ضوي في الضلاء في صحصح ذيبه عوى. ايوه شبيت ضوي بالسحر بالظلام صح. شبيت ضوي بالظلام في صحصح ذيبه عوى. ما لي غنى ونسى إلا النجوم أو إيش؟ أو نور ضحضاح. أي أو نور؟ ضحضاح السحاب. ضحضاح ولا وضاح؟ ضحضاح. ضحضاح السحاب. ما أنا بحافظه والله أنا وغير أجيب كلمات من عندي. شايف الأمطار اللي جات أمس؟ ما شاء الله من الصباح لين آخر الليل. هذه الأمطار خلاص على دخول الربيع. يجيك والله. الربيع ويجيك وتربع الدنيا. بعد أسبوعين 20 يوم كذا تبدأ ترب. والله. يعني اللي حلو الربيع. اللي يستعجل ويطلع برايم ويطلع يشوف الربيع ويستانس. يعني أنت قاعد تحمسنا؟ حمسكم يعني شباب. يعني اللي بيطلع الحين لا يطلع. أطلع. أيوة يعني لا مو الحين أعطها أسبوعين. بعد أسبوعين أطلع. تطلع أنت عاد ولا؟ اسبوعين هذا الاسبوع هذا عشان تلحق الربيع. المشكله ما عندي عزبه ما عندي فرشه. لا عادي انا اطلب كلها. ما عندنا كلها ما عندنا. انا لا انا لازم واحد يكون اوصل العزبه لبيتك. ما فعليك. لا ما ينفع لازم واحد يكون جاهز. هديه ابغى واحد يكون معه جاهز عنده سيارته ومعه عزبته. ابشر بالسعد بكل شيء. اوبر. لا شوف اذا كان عندي شوف انا بواحد يطلع كذا ذيبان ما يطلع قدامي ويضبط العزبه وهذا بعدين يدق علي يقول فيصل ضبطنا العزبه
والسيارة جاهزة والمنقل والحطب والفرش خلاص يصير يدق علي إن شاء الله يصير على ما ينتهي البرنامج أجي ونتمشى ونستارس ما جاي داني والله أنا ما عندك سيارة جاهزة العزبة فيها إلا والله جاهزة عندي لاند كروزر وعندي الشاص ها ما ودك تطلع الأسبوع الجاي جاهزة يصير أسبوعين على ما تربع الدنيا إلا والله إن شاء الله أقول على خير إن شاء الله إن شاء الله بنطلع كشتة لأني اليوم سمعت معلومات في كشتة يا رب الله يجيب الكشتات آخر كشتة والله مبطية أحسها كافي لو تحط الحطبة فوقها مبطية آخر كشتة اللي طلع فيها فهري وأذكر خماش يو كانت كم يوم السبع سنين شهر قبل شهر نارك حية يا حبيبي كل شيء بقضاء نايف ايش اللحظة اللي صارت لك او ايش الموقف اللي صار لك هنا في القرية مضحك انا ايوه يعني مضحك مضحك لدرجة ان تضحك على نفسك تضحك على اللي حولك مضحك لدرجة انك ضحكت كذا يعني شيء يعني اعطينا التوب والله اشياء وانت عبد الله موجه السؤال لك انا اللي ضحكني شيء صار لك في القرية خلاني اضحك مو برا القرية في القرية اللي خلاني اضحك ايوه شيء خلاني اضحك اللي يتذكر يقول يلا انا يعني كل دايم كل جلساتنا اللي اضحك فيها في ضحك النكت ما النكت لا موقف كذا صار لك موقف حتى انت انصدمت من الموقف اللي جاك هذا يعني كيف طلع وخلاك تضحك في المواقف احيانا يجيك يقول لك الموقف المحرج الموقف المضحك انا اذكر سوينا لعبه هنا اوكي نطمر المتاك ايوه وكانت طمره صالح الضحك طمره صالح هذه خلتك تضحك ضحك من قلب طيحه ضحكت طحت من الكرسي انا ضحك هذه من اقوى المواقف لان الطيحه واضحه انها مو مرتب لها وجاب الغايب وانت يا نايف هذا موقف محرج لا مو محرج محرج يعني من كثر الاحراج ضحكت ايه ايه يعني بس ما الحمد لله انا من اقوى المواقف اللي خلتني اضحك هذه بعد البث ايش اللي صار؟ كلها بعد البث انا قاعد ادورك في البث أيوة. نفسه انا كنت منسدح حلو على السريع طبعا اسرتنا مرصوصه كذا حلو صالح دخل الغرفه ايوه الشباب قاعد يقرقرون صالح قلت صالح شفت كيف القرقره والسوالف ما زانت الا ذا الحين وبعدين صلاه الفجر نقعد نصحيه وما حد يصحى ويطلع صالح الخزرانه قال ايش صالح يا شباب اول شيء صالح احلى ما فينا يعطي انذارات للشباب قبل يا شباب هيا صلوا اسمع كلمه والله اللي اسمع كلمه اني لسعه الشباب ايش بديش شفت على قول اهل الكويت يطنزون واهلا يقول الطقطقون حسب ان الدنيا ايش قال لي صالح تعال تعال خذ السالفه دي ويعطوني صالح سالفه حلو والله قال هذه سالفه تضحك صالح ما يبغى يضحك بينكتون معه وتسمع اللسع اقسم بالله يا ضحك جاني ايش اللي صار الشباب صاروا ينقزون من حرتها ينقز الواحد فوق السرير وكذا ويشردوا صرت انا جالس الموقف نضحك انا سريري في نص الغرفه يعني على يميني اسره وعلى يساري اسره وقدامي اسره صرت انا منسده ومتغطي بطانيه وبس اطالع واضحك وكذا وجري فوق السرير تريك 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 اقوى مضحك اقوى موقف مضحك على رجعه صالح الباب هناك مين دخل ابو مساوى ابو مساوى ما له دخل في الموضوع هذا دحين الشيخ مبارك حقنا مسكين داخل غرفه اول ما دخل على جيه صالح ويلاحق خماش يلاحق الشباب يضربه وحده دخل ابو مساوى شافه قدامه ويعطي وحده والله يتسمع الصوت عاد هو ما شاء الله مليان وتسمع ابو مساوى طلع طفل الطفل اللي في داخله طلع الصيحه تخيلت ابو مساوى ما عاد يصيح كذا اوه وضحك انا واو يقفز اقسم بالله ابو مساوى الخفيف هذا الظريف اللي وزنه ما شاء الله ريشه قفز يا رجل من الارض اللي هو فوق السرير الثالث كيف ما ضربه وينسى قال انا ايش دخلني هو ايش قال له صالح الله يا صالح ايش دخلني انا راح صالح ويعطيه اللسع الثاني وضحك قال الحين علمتك ايش دخلني اقسم بالله من واقف ضحك ما خلى احد في القريه واللي يخش بيسوي فزاعه الشباب اللي انضربوا قاعد يقول فوجك فوجك يا فيري يخش فيري وياكله وحده وضحك ذيك المواقف اللي يا رجل انا تقطع بعدين ضحك لدرجه انه طار النوم والله طار النوم من الضحك اللي جاني صليت الفجر ابشرك صلوا الفجر بسم الله ما شاء الله لو قروا ولو الامام قرا سوره البقره انه كله مرص يا سلام ما شاء الله نشاط حيويه بعد اللسع فهذه من المواقف اللي ضحكتني هي كثير مواقف مضحكه
صارت في القريه، بس هذه اللي بعد البث اللي جلدهم صالح اي انا اللي ضحكني، لان حتى الشباب اللي هم يلسعوا يضحكوا عرفت إيه؟ في موقف حلو يعني انا اللي ضحكني موقف اسلم قال اسلم. هذاك اليوم بعد البث يا جايداني الساعه يمكن 5 الفجر 5:30 جيت عند الناقه